بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء هيئة الشرطة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتقدم إليكم جميعاً بخالص التحية والتقدير، واسمحوا لي في البداية أن أطلب منكم الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر وشهداء فلسطين. تفضلوا استريحوا. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم الذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمناً غالياً من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكاً منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاماً تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركاً لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته. فيها تضحيات نقدرها ونقول لها ونتحمل جميعاً مسؤولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحية، وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل. السيدات والسادة، إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعاً إقليمياً خطيراً يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة. وقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحاً منذ البداية، وقائماً على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر، في الوقوف دائماً بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني. وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. شعب مصر الأبي، إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة. ودعوني أقول لكم بكل الصدق، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر. وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعاً ستبقى شرفاً
يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له. أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم. وختاماً، وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها، وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، أؤكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، فإن كل مشروع قومي ضخم يبذل فيه شباب مصر جهدهم ويسيل فيه عرقهم هو أمن لمصر من الحاجة والفقر. وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية وتحويلها لجنات خضراء تطرح خيراً ونماءً هو تأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل. وكل مستشفى يبنى ومدرسة وجامعية تقام ومصنع وطريق يشيد هو حماية وأمن للمواطنين بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم. إن هذا هو دورنا وتلك هي مسؤوليتنا. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للوفاء بها لما فيه صالح هذا الوطن الأمين وشعبه الكريم. أشكركم وبالله العظيم دائماً. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا كده خلصت الجزء اللي هو يعني المكتوب اللي احنا دايماً بنبقى حريصين في المناسبات ديت إن احنا نسجله، لكن في جزء كمان دايماً بتكلم فيه معاكم بقلبي لكل المصريين. من كم يوم كنا بنتكلم وقلت إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمن بيتحمله مش الحكومة بس، مش بتتحمله القيادة بس، لا بيتحمله كل أفراد الشعب. كل الشعب المصري مسؤول عن أمن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها. أنا بقول الكلام ده في وقت صعب قوي قوي، زي ما انتوا شايفين المنطقة بالكامل، يعني مش المنطقة بس، العالم يمكن يعني في وضع صعب جدا ومضطرب قوي، واحنا هنا في منطقتنا كمان بالذات والأوضاع اللي بتحدث في قطاع غزة. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في أكتوبر واحنا في حفل تخريج دفعة من ضباط الأكاديمية هنا، والنهاردة دلوقتي بعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع. يا ترى ال4 شهور دول أو ال3 شهور وشوية اللي عدوا دول عدوا علينا بسهولة في مصر؟ واحنا كنا قبل منها بنواجه أزمة كورونا، وبعد منها الأزمة الروسية، وبعد منها الأزمة اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي يعني يمكن أقل حاجة ابتدت نتأثر بها كمان أكتر، إضافة للي كان موضوع مثلا الملاحة في البحر الأحمر. أنا عايز أقول لكم على حاجة، اوعوا تتصوروا إن أنا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللي موجودة في مصر. لا، أنا مقدرها كويس جدا، ومقدر أكتر صلابة المصريين، وده كلام مش معنوي أو كلام أنا بقوله لكم يعني عشان، لا والله أنا عارف إن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية، بس أنا عايز أقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن احنا نشاهد مشاهد قاسية جدا جدا. بنتكلم في النهاردة بأكتر من 25,000 شهيد
من المدنيين تقريبا تلتينهم من النساء والأطفال في القطاع، وأكثر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. أنا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه إيه؟ بستدعي بيه قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات. يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شوية عن احداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدولة اثناء الاحداث الصعبة اللي مرت وعملية اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده. لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة، تقليب الرأي العام على الدولة او بشكل بسيط او للناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى احنا وانتو، يبقى احنا وانتو. يعني احنا وانتو يبقى الشعب في مكان في منطقة والحكومة في مكان تاني، الشعب في مكان والداخلية او وزارة الداخلية في مكان. وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي، يحفز يدفع يسيء للأجهزة وللدولة لدى الرأي العام حتى يقوم الرأي العام باللي قام بيه في 2011. واللي حصل للشرطة مش فقط عملية اقتحام السجون والهروب والناس اللي هربت، لا لا، ده قعد احنا قعدنا أكتر من سنتين ثلاثة نرمم العلاقة ديت، العلاقة بين الشعب وبين الدولة وبين وزارة الداخلية. وده ما كانش أمر يسير ولا سهل، كان محتاج برامج ومحتاج دعم ومحتاج صبر. من أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده لأن إحنا لازم دايما نكون دايما صف واحد، مكان واحد، كتلة واحدة. أي تحدي وأي صعوبات تعدي علينا لو احنا مع بعض، وممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا زي اللي احنا شفناها ديت في 25 يناير لو احنا بقينا احنا وانتو. ما فيش احنا وانتو، احنا واحد كلنا، احنا واحد كلنا. كنت بتكلم من شويه كده قبل ما ادخل مع الضيوف، يعني بقول لهم يعني انتوا عارفين يعني نخسر اكتر من 450 مليار دولار في احداث 2011 11 و12 و13. انتوا عارفين معنى ايه ان احنا نواجه الارهاب ونتكلف اكتر من 120 مليار جنيه؟ هو الامور ديت يعني احنا دوله مش غنيه ولا حاجه، موردنا ما تستحملش صدمات بالطريقه ديت، دولتنا ما تستحملش صدمات، لان احنا ما عندناش موارد تكفي ان احنا تهدر بالطريقه ديت. لكن ما كانش فيها يعني ما كانش فيه خيار تاني لينا في مواجهه مثلا الارهاب اللي احنا قعدنا نخوض فيه تقريبا 10 سنين، ما كانش فيه سبيل غير ان احنا نواجهه، وإلا كنا نتعرض البلد دي ما تبقاش مستقرة أبداً، ويبقى كل يوم في اعتداء هنا وتفجير في الناحية ديت وتخريب في المحافظة ديت زي ما كان بيحصل قبل كده. لكن ده بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق بيه، تحقق بتضحيات. لسه ده كنا بنتكلم في فرق إن إحنا نقراها ونقول تضحيات الشهداء بتوع القوات المسلحة وبتوع الشرطة وحتى تضحيات فئات أخرى من المجتمع، فرق إن إحنا نقول ما تنسوش ان احنا واحنا دلوقتي لسه بنكرم اربعه من الاسر الشهداء، ان ده ثمن كبير قوي بتدفعه مصر من اجل الحفاظ على امنها واستقرارها وسلامتها. طيب يعني الاموال اللي احنا بننفقها في هذا الامر هي ما لهاش تاثير علينا على اقتصادنا؟ شوفوا احنا عندنا ازمه واحده في الاقتصاد، واحنا يمكن انا
استغل الفرصه ديت ان احنا موجودين هنا مع بعض دلوقتي، واقول ان احنا في الحوار الوطني اللي اطلقناه من سنتين كان فرصه كويسه قوي ان احنا نتكلم في موضوعات كتيره جدا، سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وامنيه يمكن. لكن احنا بنأكد مره تانية ان احنا هنطلق حوار تاني. الحوار الوطني احنا قلنا لن يتوقف، وقلنا يمكن مجلس الامم بتاعه يبقى مسؤول على ان ده يستمر عشان الحيويه اللي هو حققها خلال الفتره اللي تم فيها اجراء هذا الحوار. دلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا محتاجين نعمل حوار اعمق واشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد. طب انا بقول كده ليه؟ هل المتصورين، يعني انا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا في الجرايد، بس انا عايز اقول لكم كلكم حاجه، في فرق كبير قوي بانك انت تقول راي وانك انت تنفذ الراي. فرق كبير قوي انك تقول راي وانك تنفذ الراي ده مع راي عام، مع ناس، مع دوله، في ظروف كتير قوي بتتحط في الاعتبار. لسه كنت برضو بقول بتكلم في النقطه ديت وبقول لهم اتقال لنا، وده من يعني من اقتصاديين كتير، ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاعنا. انا ما بقولش سر ولا حاجه، وان احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل. ووجهه نظر من منظور اقتصادي وجهه نظر جيد، ما فيش فيها، ما حدش يقدر يتكلم فيها حاجه، لكن انا هحط قدامنا مش وجهه نظر، هقول ايه؟ هقول طب انا الكلام اللي بقوله دايما، انا بشغل 5-6 مليون، قولوا لي انتوا يا مصريين يلي احنا كلنا في مركب واحد، اخلي ده يقفل ويروح، حتى لو انا هديله ايه؟ هديله 500 جنيه؟ هديله 1000 جنيه في الشهر؟ يعني هدفع 5-6 مليار في الشهر في السنه ب 60 مليار، في حين ان هو بيعمل ده، الراجل اللي بتكلم عليه ده اللي شغالين في الدوله كلها بالكامل بيعمل له مبلغ اكتر من كده بكتير وعايش. هتقول لي بس الدنيا غاليه، هقول لك غاليه بس كلنا نقدر نعيش، بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكله دي. الدولار اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا في رؤيه طرحتها الحكومه من كام يوم ويمكن وسائل الاعلام اتكلمت فيها. شوفوا، دايما كان الدولار بيمثل مشكله كل كام سنه لينا في مصر. طب ليه؟ لان انا الدوله المصريه مش بس الانفاق اللي احنا عملناه خلال السنين اللي فاتت سواء في 2011 او حتى بعد كده او في الحرب ضد الارهاب، لا، انما انا بقدم خدمات وببيعها للناس بالجنيه وانا بضطر ان انا اجيبها بالدولار. هديكم مثال، والارقام دي ارقام ممكن تتحفظ عشان نبقى متصورين حجم الجهد والدعم المطلوب مننا، مش دعم للناس، لا، دعم للفكرة او للمسار اللي احنا ماشيين عليه. انا بقول ان احنا مش هننسى الرقم ده لو قلناه. انا ببقى محتاج اجيب سلع اساسيه في الشهر بألف مليون، بمليار دولار في الشهر. يعني عايز اجيب قمح، ذره، زيت، فول صويا بمليار دولار. طب انا ببيعه للناس بايه؟ ببيعه للناس بجنيه. طيب، طب عايز وقود قد ايه؟ ممكن اقول برضو رقم، وده بالمناسبه ما بيخشش فيه، ويصلح لي وزير البترول الكلام، ما بيخشش فيه الرقم اللي مصر بتنتجه. بنتكلم في مليار دولار تاني، بنتكلم في مليار. انا بقول رقم ممكن يتهفل، يزيد شويه يقل شويه، لكن ده شهريا. طيب ايه كمان؟ النهارده محطات الكهرباء بتاخد غاز يساوي تقريبا، وبرضه يصلح لي الدكتور شاكر وزير البترول، تقريبا بمليار دولار كمان شهريا. يبقى 3 مليار دولار ما اقدرش ابدا انا ما اوفرهمش، ما اقدرش، لانها حاجات اساسيه. خليني ارجع مره معاكم تاني، وارجو ان احنا بس يعني انا مش داخل في نقاش، لكن انا بحاول اشرح لكم حجم التحدي اللي احنا عايشينه من حتى من قبل 2011،
واقول لكم ان الارقام ديت اذا ما كانتش الدوله المصريه بكل اللي فيها يعملوا على ان احنا مواردنا من الدولار تبقى اكتر او تساوي اكتر او تساوي انفاقنا من الدولار، يعني اللي بيجي لنا سواء بقى بنبيع منتجات، بنصدر، قناة السويس، تحويلات المصريين، السياحة، ما كانتش مصادرنا مواردنا اللي بتيجي بالدولار تساوي او اكتر من انفاقنا، هيبقى دايما عندنا المشكلة دي. الموضوع هو ده ببساطة الحكاية، هي دي الحكاية كلها اللي عاملة. طبعا حد يقول لي طب ما انتوا الحكومة والدولة تظبط الموقف في الأسواق. صحيح طبعا لكم حق، وده كلام انا بقوله دايما لنفسي قبل ما اقوله للحكومة وقبل ما اقوله لوزارة الداخلية. بس كمان انا عايز اقول لكم اللي احنا بنتكلم عليهم دول مواطنين مصريين. يعني انا لما اكون مواطن بكسب كويس قوي وعندي قدرة ان انا يبقى عندي تجارة بمليارات الجنيهات للقمح او السكر او الذرة او كلام من هذا القبيل، اتصور ان المكسب المناسب يبقى كفاية، مش هقول له ابدا ضحي ولا اخسر عشان خاطر مصر، لكن المكسب المناسب كفاية. ده كلام يعني مش بالخواطر بتمشي الدول، الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل. إذن الأزمة اللي احنا فيها ديت ليها حلول؟ أكيد، بس صدقوني حلولها كلها بتعتمد علينا احنا، علينا كلنا. هقولكم على حاجة، كنا بنجيب 4.5 مليار دولار سيارات في السنة، بجيب 2 مليار وشوية دولار موبايل. أنا بقول الكلام ده ما في الآخر أنت بتروح للبنوك أو للبنك المركزي وتقول أنا عايز أفتح عشان أجيب ده وأجيب ده وأجيب ده. إحنا بنتكلم في دولة دلوقتي بقت 106 مليون بالمناسبة، 106 مليون مطلوب إن إحنا تبقى متوفر لها كل شيء. طب الكلام اللي أنا بقوله ده بقوله دلوقتي ليه؟ بقوله أولاً عشان أسجل احترامي للمصريين، والله أنا بحلف بالله، أحلف بالله وتقديري لهم، وأنا بقول فيها للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني، بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني في الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي. أنا بمشي بلف كتير بالعربية وبقابل ناس كتير، والله العظيم ما حد جه قال لي من الناس البسط دول غير حاجة واحدة، ربنا يعينك وربنا معانا، ربنا يعينك وربنا معانا. بقول كده ليه؟ مصر مش أمانة في رقبتي أنا بس ولا في رقبة الحكومة بس، مصر أمانة في رقبتكم كلكم يا مصريين، الصغير والكبير، الصغير والكبير. كل حاجة تهون، كل حاجة تهون إلا بلدكم أو بلدنا، كل حاجة تهون إلا بلدنا. يعني مش هناكل؟ إحنا بناكل. مش هنشرب؟ إحنا بنشرب. كل حاجة ماشية. طب غالية أو بعضها مش متوفر؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. الايه؟ الاكل الايه؟ الاساسيات، شويه قمح او شويه دقيق وشويه زيت عشان يعملوا لقمه عيش ياكلوها بقى لنا 4 شهور. بالمناسبه غزه كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنه، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في اعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-220 شاحنة. طب الناس دي عايشة إزاي؟ الناس دي عايشة إزاي؟ بالمناسبة أنا بقول الكلام ده ليه؟
لأن اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب. لا لا، أنا هقول لكم كلمة صعبة قوي، أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ لو أنا السبب في أن أنا ما أدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر أعبر رفح مفتوح على مدار ال 24 ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم، إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان. هذه الحكاية. طب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متأكدين من ده وأنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول، ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا المخابرات العامة. إحنا ما نعملش كده، إحنا ما بنعملش كده. مرة تانية، كل حاجة تهون وتفضل مصر، كل حاجة تهون وأمن وسلامة مصر. وعايز أقول لكم كل اللي مر ده واللي احنا بنعاني منه ده بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، وهو يسمع ويرى، هينتهي إن شاء الله. شكرا جزيلا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعني احفظ بلدنا واحميها من كل شر وسوء، وكفيها من فضلك، وكفيها من فضلك. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.